قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأبجور شرايحة، حلقة مميزة بعنوان الألم خلاص أم قصاص، حيث تناولت الحلقة مواضيع عديدة ابتدأت بالإشارة إلى ما جرى من إساءة للدين المسيحي في دورة الألعاب الأولمبية لعدم احترام ثقافات الشعوب بدل التركيز على فن وإبداعات الأمم. كما تطرقت الحلقة لموضوعها الرئيسي حول الألم إن كان خلاصا أم قصاصا من عند الله، والجواب يأتي من الاختبار الشخصي لكل إنسان وعبر علاقته بالله. فإلى هناك، في باريس كانت في مسيرات بالمئات الآلاف بيصلوا الوردية لسيدتنا مريم العذراء، احتجاج على هذه اللي تم نشره بحفل الافتتاح للألعاب الأولمبية 2024. نعم دكتورة، واللي ما بعرف يعني أكيد الكل أصبح بعرف الموضوع، ولكن هي صورة العشاء السري عرضت كما هي، ولكن في الجانب العلوي منها نفس عدد الأشخاص ونفس ديكور الأيقوني، ولكن حطوا مجموعة من الأشخاص تمثل إذا جاز التعبير اليوم شذوذات معينة ما بين الأشياء اللي عم بتصير، ومشهد قديم في ذاكرة الفرنسيين هو إعدام الملكة، إعدام ملكة فرنسا. نعم. حطوا كمان بالهاد، فحطوا يعني أشياء المشوهة لهذا الموضوع، فكانت يعني التاريخ الأسود لفرنسا. بالضبط. مزبوط إنه التاريخ الأسود يعني موجود بكل الحضارات، أبونا لكل بلد وتعرضت لكثير من الأشياء، بس إنه يثيروها بهاي الطريقة اللي مؤذية للعين ومؤذية للناس وأخلاقهم ومشاعرهم، وخاصة إنه المشاركين في هذه الأولمبياد من كل أنحاء العالم، من دول عربية، من دول إسلامية، من دول غربية، من دول شرقية، من دول دول إيمانها غير محدد. يعني احترام الثقافات واجب يا أبونا، خاصة طبعاً في الاحتفالات الكبيرة والمهرجانات الكبيرة. يعني مثل لما بتكون بتستضيف ثقافة معينة أو أنت في بلد معين بتستضيف ثقافات بدك تحترم. يعني مثلا الكرة القدم في قطر اللي صارت، قديش كان في اعتراض كتير على أشياء في قطر، هن عندهم أساسيات وعندهم مبادئ في هذا البلد، وكل البلدان احترمت هذه الأساسيات وهذه المبادئ. يعني وقطر احترمت الاختلافات وحاولت، لكن برضو كل المشاركين من كل بلاد العربية اللي أو الأجنبية العالم الغربية العالم احترمت خصوصية قطر ومبادئها وسياسة البلد. ففرنسا كان لازم تحترم كمان خصوصية وثقافات وتحترم كل بلد وثقافتها، وما تبث إشي يمس هذه الثقافات وهذه المبادئ وهذه الأخلاقيات. الألم أبونا، الألم قصاص. حلوة كلمة قصاص أم خلاص. تفضل أبونا. نعم. بالحقيقة لما بدنا نعرف الألم هو شعور إنساني بنتاب الإنسان حيال أحداث مؤلمة، تاليا بتكون إما جسدية وإما نفسية. جسدية ألام الأمراض والأوجاع والإصابات خلال الجسد، والنفسية من خلال الإحباط والاكتئاب والشعور بالدونية، وكثير ما يفصل ويفند علم النفس المشاعر المؤلمة. ولكن بالكتاب المقدس ومنذ الانطلاقة الأولى لتفسير الألم، لماذا يسمح الله بالألم؟ الألم هو نتيجة وليس عقاب من الله. بداية أول حادثة ألم ذات بعد نفسي، وفيما بعد ذات بعد جسدي. أولا البعد النفسي، طرد آدم وحواء من الفردوس، هذا سبب لهم بطبيعة الحال ألم نفسي. لماذا قام الله بذلك؟ نعرف نتيجة عدم طاعتهم أو أوامر الله، ونتيجة كبريائهم، ونتيجة سماع صوت إبليس في حياة. إذن أصبحت واضحة منذ الكتاب المقدس، منذ سفر التكوين، منذ الانطلاقة الأولى. إذن الألم هو نتيجة تصرف ما في الإنسان. في كتير ناس بتقول ليش صار معي هيك، ليش ربنا سمح يصير هيك، ليش سمح يصير هالحادث،
ليش أنا موجود الألم والأوجاع، ليش هذا مريض، هذا ما بيستاهل، هذا بيستاهل، هذا إنسان بار صابه وهذا الإشي ما بيستاهل، ربنا مش عادل، ما في عدل، ما في حكمة، ليش هيك الحياة قاسية علينا، ليش ربنا ما تدخل. يعني كتير في أسئلة الناس بتتوجه لإلها لما تتعرض لألم، وكأنه هن يعني منزهين أو إنهم هن محيميين في هذا العالم من الألام، ما بيعرفوش إنه هو هذا السر أو هذه الكلمة السرية أو الباسورد لدخول الملكوت من خلال الألم. فالألم هو بابك لدخول الملكوت، وهذه رسالة يعني الموجودة في الكتب المقدسة في الإنجيل المقدس ومجيء يسوع المسيح، يعني جاء ليتألم لكي يخلصنا ويكسبنا الحياة الأبدية.